الجديدة من الكاميرات الرقمية من الفئة E، واللي جايب منها أنا كاميرا اللي هي تشوكليت براون E1280. هذه الكاميرا نفس ما قلت لكم اسمها واسم الشركة، عندها عدة مميزات جميلة. يعني اللي يشوفنا الحين يقول محمد شو انتو كل يوم جايبين كاميرا وتتكلمون ونفس الكاميرات هذه، لكن خلينا نشوف المميزات. المميزات أول شيء دقة الكاميرا 12 ميجا بكسل، يعني الوضوح فيها جميل جدا. خاصية التقريب البصري اللي هي 3 أضعاف، يعني أنا ممكن أقرب مرة واثنين وثلاثة. أيضا الشاشة عبارة عن كريستال سائل مقاس 72 بوصة اللي هي هذه حجم الشاشة. أيضا في بعض المميزات الجميلة جدا اللي هي شاشة كريستال تكلمنا عنها، مميزة تتبع الوجوه، يعني أنا الحين لما أبي أخذ صورة في وجوه الشباب اللي أبي أخذ لهم صورة راح تطلع عندي مربع عليها، فراح يكون في تدقيق على الكاميرا. أيضا في 8 طرق للتشغيل. كيف في 8 طرق؟ يعني الاختيار ضبط التباين، أنا ممكن أخذ صورة الحين لكن الصورة تطلع غير واضحة. ليش؟ التباين يكون مش أوكي، المسافة تكون مش أوكي، تنوع الألوان. فهذه الكاميرا فيها ثمان برامج أو ثمان أنواع تشغيل، راح تأخذ منها نوع واحد من ضمن الثمانية وتأخذ عليه الصورة. أيضا في 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 شيء جميل فيها الابتسامة. إحنا دائما يوم نصور صورة مثلا أبي أخذ صورة لعمري أسوي كذي وأخذ صورة صح؟ الصورة هني ممكن أضغط الزر هذا وأخذ الصورة، لكن لا، في طريقة ثانية عن طريق الابتسامة، حجم الابتسامة الكاميرا نفسها تأخذ صورة لك، يعني مش مفروض أنك أنت تضغط كبسة الزر. أيضا ومضة العين، الحين أنا ممكن أخذ صورة لعيني لكن أنا غمض صح؟ الصورة على طول الكاميرا راح تأخذ صورة ثانية تعدل لك ومضة العين، يعني تأخذ لك صورة وأنت مبطل عينك. أيضا تحسين الجمال، وهذا اللي 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 اللي, اللي ممكن يحبونه الشباب وأيضا البنات. كيف يعني أنا ممكن أخذ صورة الحين والصورة تطلع مو بحلوة، فوين راح أخذ؟ راح أخذ الصورة للبرنامج الفوتوشوب وعدل هذه الصورة صح؟ هني هذه الصورة لا، راح تقوم بنفسها في هذه العملية أن تعدل الشيء اللي مش حلو في الصورة، مثل الألوان أو مثل ما نقول بعض الأشياء الظاهرة على الوجه، أنا ممكن تعدلها تلقائيا. أيضا الخاصية الأخيرة في هذه الصورة نفس في هذه الكاميرا نفس ما شفتوا، المميزات كثيرة جدا، خاصية تقارب الوجهين. كيف يعني محمد؟ قول لي تقارب الوجهين. يعني على سبيل المثال الحين الكاميرا تسكر، طبعا بروحة تسكر اوتوماتيكيا للحفاظ على البطارية وعدم الصرف. انا الحين ممكن ابي اخذ صورة لعمري صح؟ هني هذه الكاميرا اخذ صورة لعمري كيف؟ ابي اخذ كذي صح؟ لو كان شخص قريب مني وحط وجهه عند وجهي، الكاميرا تلقائيا راح تاخذ روحه لتقارب الوجهين، فراح تاخذ الصوره تلقائيا بحكم ان بس تشوف المسافه كانت قريبه بيني وبين الشخص، راح تاخذ الصوره لنا الاثنين. هذه الكاميرا نفس ما تشوفين تكلمنا عن الشوكليت اللي هو لونها، مميزاتها الكثيره اللي هي تقريبا وصلت 9 مميزات. هذا كل ما في هذه الكاميرا من مميزات، انا اشوفها افضل كاميرا عرضناها لنا الحين بهذه الحجم وهذه الخصوصيات اللي تتميز فيها. ومن جهازنا الكاميرا راح نتكلم عن جهاز جديد، هذا الجهاز من شركة بلكن. الجهاز لو تعرفون شو هو الجهاز، محمد شو تتكلم انت؟ يبين الجهاز روينا، وانا نسيت المفروض اراويكم الجهاز. هذا الجهاز اللي هو من شركة بلكن، الجهاز اسمه بلوتوث ميوزك ريسيفر. شو مهمة هذا الجهاز؟ لو تشوفون الجهاز نفسه ما تشوفون هذا الصغير اللي مكتوب عليه بلكن شركة بلكن، في وصلتين. خلي أول شيء أراويكم الوصلات بعدين نتكلم عن الجهاز. في وصلة، الوصلة العادية ممكن أوصلها هني، وأيضا أوصلها بجهاز الاستريو اللي هو أهم شيء في هذا الجهاز. أيضا وصلة ثانية اللي هي تكون فيها لونين، في بعض أجهزة الاستريو يكون لها لونين لو تشوفون، ممكن وأيضا أوصل الوصلة في الجهاز. أيضا في وصلة ثانية اللي هي وصلة الباور، هذه الوصلة الباور ممكن أوصلها هني ووصلها بمكبس الكهرباء أساس يشتغل، لأن هذا الجهاز من دون باور ما راح يشتغل، أساس ينير الضوء أو يشتغل الضوء اللي قدامكم. مميزات هذا الجهاز،
أول شيء هذا الجهاز راح يكبر أو يشغل لك الأصوات اللي ممكن تبي تسمعها من خلال التليفونات اللي هو أو الآيبود أو الآيفون عندك أو ممكن حتى البلاك بيري عندك تليفون صح؟ راح تربطه مع هذا الجهاز عن طريق البلوتوث، راح تشغل البلوتوث وتربطه مع هذا الجهاز فراح يكون في اتصال بينك وبين هذا الجهاز. هذا الجهاز عندما تكلمنا عن الوصلات نحن وصلناه في جهاز الاستريو، راح تحط الجهاز وبعد ما عرفته على البلوتوث تحط الجهاز عند الاستريو تطلع ممكن في غرفتك أو مسافة بعيدة حسب حجم البلوتوث اللي هو متعارف عليه حتى في التليفونات 10 أمتار وممكن يوصل ل 100 متر. هذا الجهاز شو راح يسوي لما تشغل أغنية أو تشغل قرآن أو تشغل نشيد أي شيء تبي مسموع راح تسمعه مش من خلال التليفون راح تسمعه ولا من خلال هذا الجهاز راح تسمعه من الاستيريو بحجم كبير جدا بحيث أنه ممكن الكل يسمع الأغنية اللي أنت شغلتها من خلال تليفونك لكن بهذا الجهاز بشكل أكبر يعني ممكن تسوي لك فرقة وانت جالس في البيت. أيضا من الأشياء الجميلة في هذا الجهاز أنك إذا ياك اتصال وانت رابط أو شابك التليفون على البلوتوث مع هذا الجهاز راح تقل نسبة الموسيقى أو الصوت راح ينخفض وراح تتكلم على راحتك في التليفون وبعد ما تسكر الهاتف راح ترجع الموسيقى او الاناشيد او الاشياء اللي حاطها او الميوزك الى حالته الطبيعيه اللي كنت انت تسمعها في البدايه. هذا الجهاز لما تشوفونه صغير جدا بسيط في مميزات كثيره نفس ما ذكرناها مهم لبعض الشباب وايضا غير مهم لبعض الشباب الاخر لان عندهم اشياء ممكن تغنيهم عن استخدام هذا الجهاز. هذا كل ما في الفقره الالكترونيه لهذا اليوم. الإعلام موضوع متشعب جدا، موضوع متنوع كبير جدا بتخصصاته الكثيرة.